بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا بلشنا نحكي المحاضرة الماضية على الـ other factors rather than الـ enzyme induction والـ enzyme inhibition وبلشنا نحكي عن الـ age وحكينا مع التقدم بالعمر الـ rate and the level of metabolism بقل فبيبلش قليل جدا بالفيتس أو الجنين خلال 1 to 2 months من الولادة بكون level of metabolizing enzymes almost the same as adult وبعدين بالإلدرلي بيبلش كمان يرجع يقل. فهذا يمكن حكينا عنه المحاضرات الماضية. وآخر إشي كنا نحكي عن إذا اتعرض الجنين للكلورامفينيكول بعطيني what is called gray baby syndrome. طبعا عدا عن انه السايد افكت والتوكسيستي تبعت الكلورامفينيكول داخل جسم الطفل او الجنين راح تكون عالية. والنقطة الثانية المواليد الجداد بكون عندهم يرقان او مش يرقان صفار يعني. طبعا بيعتمد على الريت اوف ميتابوليزم والليفل اوف انزيمز اللي موجودة و within 2 months المفروض هذا الصفار او اليرقان انه يروح لانه الجلوكرونيديشن اللي بتعمل removal of bilirubin within 2 months of birth بكون well developed والليفل تبعه تقريبا مشابه للليفل تبع الادلت. مفهوم شباب؟ مفهوم دكتور. خلينا ناخذ بعض الأمثلة، يعني مثلا الألبرازولام مثلا يعني بالأطفال التيهاف تبعته 16 ساعة بالأدلت 11 ساعة. ففي عندنا اختلاف بالليفل أوف ميتابوليزم فور ذيس سيديتيف هيبنوتيك دراج. لاميفيودين هو عبارة عن أنتي فايرال. التيهاف في البداية ساعتين والأدلت 5. طبعا هاي بدي اتاكد منها لانه على ما اظن انها العكس. اوكي، فاذا مع التقدم بالعمر بصير في عندي اختلاف بالليفل اوف انزيمز as well as the rate of metabolism. طيب طبعا كونه الميجر سايت فور ميتابوليزم از ذا ليفر، اي ديزيز كونديشن له علاقه بالليفر او بصير للليفر انا ديفينيتلي بتوقع انه ياثر سلبا على الميتابوليزم، صح ولا غلط؟ مثلا مريض معه هيباتايتس، مريض معه سيروسيس، فبصير عندي انا ريديوس الكليرنس سلو ميتابوليزم، سو اي ماست ادجست ذا دوز فور دراجز اللي بصير لها ميتابوليزم او بكون الميتابوليزم از ذا ميجر روت فور اليمينيشن. لانه احنا متذكرين حكينا انه في كثير ادويه بصير لها اكسكريشن دايركتلي without being metabolized، صح ولا غلط؟ فاذا مش بالضروره اني اعمل ادجستمنت لكل الادويه اللي بنعطيها لمريض عنده مشاكل بالكبد. تمام؟ نفس الفكره الكدني. الكدني كونها الميجر سايت فور اكسكريشن، في عندنا مرضى او في عندنا سوري ادويه ممكن يصير لها ري ابزوربشن او يصير لها اليمينيشن بالكدني، فاي مشاكل كمان بالكدني ممكن بطريق غير مباشر تاثر على الميتابوليزم. اوكي، انه يظل الدواء فتره طويله او فتره سريعه يصير له اكسكريشن، فساعتها ما بكون في وقت كافي للميتابوليزم انه يتم. اوكي، طبعا في عندنا سم انزيمز موجوده بالكدني ريسبونسبل فور الميتابوليزم اوف سيرتين ادراكس. اوكي طيب، طبعا في عندنا كمان الاوبيزيتي، الهاي بلاد بريشر، السموكينج. احنا حكينا هاي شو بتعمل؟ بتعمل اندكشن للسيتوكروم بي 450، وهي ممكن واحد يعتبرها disease conditions أو physiological conditions
might affect the rate of metabolism. واضح شباب؟ في أحد عنده سؤال على هذه النقاط؟ خلينا نأخذ مثال على دواء أنتي أزماتيك برونكودايليتر اللي هو الثيوفيلين. طلعوا الثيوفيلين بالنيوبورن بيبي، طلعوا قديش التيهاف تبعته around 26 hours، بينما بالأدلت it's 8.7 hours. أوكي. طبعاً في so many factors affecting this. طبعاً الـ elderly around 10 hours. مثلاً مشاكل الليفر، إذا كان في liver cirrhosis 32 hours. Hepatitis 19. Pregnancy تقريباً almost the same as adult. مشاكل بال مثلاً بالثيرويد around 11. طبعاً hyperthyroidism definitely راح تزيد the rate of metabolism. أكيد نعرف إحنا تأثير الثيرويد هرمون على البلد فلو وعلى الفيرميا تبعت الجسم وعلى clear organs داخل الجسمي، فdefinitely راح تأثر وتزيد الدراج metabolism. مفهوم شباب؟ في حد عنده سؤال معنا ولا كل واحد سارح؟ معك دكتور. يعني ما اذكرش دكتور، ما اذكرش اسماء هيك واتحركش فيكم. طيب خليني اجي على السبيشيز والسترين ديفرنسز. طبعا هنا لما احكي عن سبيشيز بحكي عن الفرق بين الميتابوليزم بالهيومن وبالانيمالز. اوكي. طب ممكن واحد يحكي طبعا شو يهمني ادرس الميتابوليزم والفرق بين الهيومن والانيمال بالميتابوليزم، صح ولا غلط؟ مين ممكن يحكي لي شو الفرق؟ الفرق بين او شو الأهمية اني ادرس الميتابوليزم او الفرق بين الميتابوليزم بالهيومن وبالانيمال؟ ليش بهمني ادرس هاي الشغله دكتور؟ هل لانه في تشابه ما بين اعضاء الانيمال مع اعضاء الانسان؟ طيب ما انا بدي اعطي دوايه للهيومن، يعني انا قاعد بعطي مثلا الانتي هايبرتنسيف للهيومن، يعني شو يعني ليش بدي ادرس والله البروبرانولول ما بصير له ميتابوليزم بالدوغ مثلا وبصير له ميتابوليزم بالهيومن؟ ليش بتهمني هاي الشغله دكتور؟ لأنه الحيوانات بتنصاب بأمراض وإحنا بنتغذى عليهم، يعني فممكن الميتابولايت يأثر علينا عن طريق الأكل. يعني إذا كان الـ يعني الأنيمال معالج بدواء إحنا عادة بنأخذ، بس عادة الفيت دراجز تختلف a little bit عن الهيومن دراجز. لا، في إشي مهم، يعني في يعني سبب رئيسي ليش انا بهمني اشوف الفرق بين الانيمال والهيومن. دكتور من ناحيه لانه تجارب عملها دكتور مشان الجرعه، يمكن الجرعه يعني لا. مين كان يحكي قبل شويه؟ انا ايناس. ايناس احكي يا ايناس. انه ممكن الادويه اول ما نعملها اول شيء ما بنجربها على الانسان، بنعملها على حيوانات كتجارب اوليه يعني. اها طيب، اذا الاختلاف بالضبط. طب اذا عرفنا انه هذا الدواء او طلع الدواء تبعي توكسيك للانيمالز، توكسيك للانيمال بالانفيفو، هل بتوقع يكون توكسيك للهيومن ولا لازم بهاي الحاله كمان اني اتاكد هل الميتابوليزم لهذا الدواء داخل الانيمال راح يكون زيه زي الميتابوليزم داخل الهيومن اور نوت؟ صح ولا غلط؟ صحيح. يعني مثلا اقرب لكم الفكره، لو فرضنا دراج بالميتابوليزم انيمال داخل الانيمال بعطيني مثلا توكسيك ميتابولايت. اوكي، اذا توكسيك ميتابولايت
عشان هيك دوائي كان توكسيك بالانيمال تيستينج. طب اذا انا بعرف انه هذا الانزيم مش موجود بالهيومن، هل بتوقع التوكسيسيتي اوف ذيس دراج تكون بالهيومن زيها بالانيمال؟ لا، حيكون بالهيومن اكثر سيف. بالضبط، اذا راح يكون much safer in human because this enzyme is absent in human body. Because of that, we should know the differences between metabolism in laboratory animals, وبركز عليها النقطة, laboratory animals and human. يعني مش كثير بهمني الفرق بين الدوجز والهيومن. نادر ما نفحص أدويتنا على الدوجز، بينما الربت في أدوية بتنفحص على الربت، في أدوية بتنفحص على البيج اللي هي الخنازير، الجينيا بيجز مثلا، المونكيز. أوكي، فهاي الشغلات بهمني أشوف الفرق بين الهيومن والأنيمال عشان ما أحبط إذا طلع دواية توكسيك بالأنيمال، لأنه لسه في عندي أمل إنه هاي الباثوي مش موجودة وين؟ لهيومن بادي. أوكي؟ واضح إذن أهمية دراسة الفرق بين الهيومن والأنيمال at the level of metabolism. خلينا نشوف مثلا. أيوة، في سؤال؟ طيب هسه الأمفيتامين مثلا for example هو CNS stimulant داخل جسم الإنسان، تحول لإيش؟ لدي أمينيتد. متذكرين الدي أمينيشن اللي حكينا عنه؟ anyway بعطيني هذا المركب إن مان والربت والجينيا بيج، بينما بالرات شو أعطاني؟ شو حكينا عن هذا التفاعل؟ شو اسمه؟ مين بتذكره؟ كونكو بلشت تدرس على الميد. أروماتيك هيدروكسيليشن. شايفين؟ إذا بالرات بيختلف عن المسار تبعه بالهيومن. وطبعا كثير أدوية إحنا بنفحصها على الرات باي ذا وي. طيب هسا بالنسبة كمان للفروقات بين الهيومن والأنيمال بالنسبة للكونجوجيشن وذ أمينو أسيد، مثلا جسمنا بيعمل كونجوجيشن مع مين حكينا؟ مع الجلايسين، بينما البيردز بيعملوا مع الأورنيثين. يعني هذا فرق. فإذا يعني طبعا الفروقات بين الأنيمال والهيومن يعني في معظم الحالات بهمني أعرف هاي الفروقات in order to predict the pharmacological and toxicological effect of my drug in human. تمام؟ خليني نجي على عامل آخر اللي هو عامل الجينيتك، وحكينا عن إشي بنسميه الجينيتك بوليمورفيزم اللي هو the presence of different gene isoforms أو جين الليل for the same enzyme. بهاي الحالة one of the enzyme will be active, more active than the other. ومثال حكينا شو هو؟ الربت أستيليتر وإيش؟ والسلو أستيليتر. فمثلا حكينا الأشينز يعني زي مثلا مناطقنا، معظم مناطق آسيا وبعض دول أوروبا يعتبروا rapid acetylators. أوكي؟ Egyptians طبعاً، والميديتيريان اللي من جهة أوروبا يعني مثلاً من جهة إيطاليا والمناطق هاي، هاي يعتبروا slow acetylators. أوكي؟ فإذاً هاي الشغلة زي ما حكينا بالمحاضرات الماضية ممكن تكون إيجابية ممكن تكون سلبية للدواء. إذاً I must know the metabolic pathway for my drug.
هل بيصير له ميتابوليزم بالاستايليشن او لا؟ اوكي واضحه هاي الجينيتيك بولمورفيزم شباب؟ واضح يا احمد؟ احمد حسن؟ اه دكتور واضح. يعني حكينا هل الرابيد استيليتر احسن من السلو استيليتر ولا العكس؟ اه يا احمد رابيد استيليتر والسلو استيليتر مين احسن؟ الرابيد احسن. الرابيد احسن؟ لا طبعا انت بتحكي لي واضح قاعد. مين بيحكي لي مين احسن الرابيد استيليتر انك تكون رابيد استيليتر ولا سلو استيليتر يا تغريد؟ تغريد نعم دكتور. مين احسن انك تكوني رابيد استيليتر ولا سلو استيليتر؟ سلو. سلو طيب مين بحكي شيء ثاني؟ دكتور ضروري. حنان حسب الدواء والميتابوليزم دكتور. بالضبط. اذا مش بالضروره الرابيد استيليتر يكونوا احسن من السلو استيليتر، بتعتمد على الدواء نفسه. هل انا الدواء اللي بعطيه بيصير له اسيتايليشن بعطيني اكتيف ميتابولايت؟ اذا اكتيف ميتابولايت بكون اه والله الرابد شيء كويس. طب بالمقابل اذا دواء بيصير له ميتابوليزم وبعطيني توكسيك اسيتايليتد ميتابولايت، اذا بكون الرابد استيليتر شغله كويسه ولا شغله سلبيه؟ شغله مش كويسه، لانه دواء راح يتحول لتوكسيك بشكل ايش؟ اسرع. واضح؟ فركزوا شباب وما ضلكم تحكوا واضح واضح هيك وانتم زي الواحد بده يحكي هالكلمه. ركزوا ركزوا. هسه نيجي على السكس ديفرنسز. طبعا السكس ديفرنسز مش كثير بتهمني لانه ما في فروقات واضحه بين الميل والفيميل. يعني لما انا اعطي جرعه لدواء لا واحدة ست تقريبا زيها زي الجرعة تبعت الذكر. أوكي فما نوجع راسنا بالdifferences between human and sorry between male and female. بس مثلا شافوا إنه النيكوتين والأسبرين seem to be metabolized faster in male compared to female. واضح؟ يعني النيكوتين والأسبرين بيظلهم فترة أطول بجسم الأنثى أكثر من جسم الذكر. أوكي؟ وهذا هو الجينيتيك بوليمورفيزم اللي حكينا عنه اللي هي different enzyme isoform for the same enzyme. أوكي؟ عشان هيك حكينا في عندي different alleles from the same. يعني مثلا cytochrome 2D6 في عندنا 2D6 1A 2D6 1B and so on. هذول نفس 2D6 بس بيختلفوا، شايفين كيف؟ في نيوكليوتايد واحد او two nucleotides single nucleotide polymorphism. Believe it or not this mutation or this modification in a single nucleotide position ممكن يخلي الانزيم سريع او ممكن يخلي الانزيم ايش؟ بطيء. اوكي طيب طبعا فاذا البور ميتابولايزر اللي بكون الميتابوليزم عندهم بطيء او يعني ضعيف ممكن يصير accumulation للدواء داخل جسمهم، بس زي ما حكينا بالاعتماد على نوع الدواء وبأي انزيم بيصير له ميتابوليزم. الاكستنسيف ميتابولايزرز خصوصا بالأدوية اللي بيصير لها اكتيفيشن بوجود الانزيمز، فهذولا ممكن يتحولوا لاكتيف ميتابولايت بشكل أسرع
بالمقابل الادويه اللي بتصير لها ميتابوليزم لان اكتف ميتابولايت احتمال انه الاكستنسيف ميتابولايزر ما يستفيد من هاي الجرعه اللي اعطيتها and I must increase the dose. اوكي طبعا الكوديين باي ذا واي هنا مش مثال على يعني هنا بتشطبوا لي اياها هاي النقطه loss of activity in some drug codeine is an example. لا الكوديين is active and its metabolite is active as well. اوكي both of them are active. فالميتابوليزم ما حول للكوديين لان اكتف ميتابولايت. وطبعا هنا اوكسيديتيف دي الكايليشن بيطلع لي الميثايل بعطيني المورفين. مفهوم شباب؟ فهاي شيلوها، هاي مش مثال على انه الاكستنسيف ميتابولايزر راح تحول لي دوائي لان اكتف ميتابولايت. طبعا في بعض الكتب شو بتعمل؟ في بعض الكتب بتقسمهم لاربع مجموعات، شيء بنسميه الترا رابيد اكستنسيف ميتابولايزر، انترميديت ميتابولايزر، اند بور ميتابولايزر. بس هم اكثر شيء اللي هم الاكستنسيف والبور. ما في حدود واضحه بين كل هاي الانواع. هسا ان جنرال اكيد متذكرين لما اخذنا بالتوجيهي او بالبيولوجي اللي هم الجين السائد والجين المتنحي، متذكرينهم هاي المصطلحات ولا ما مرت معكم بالتوجيهي؟ بالضبط. فالاكستنسيف ميتابولايزر هو عباره عن الجين السائد، بينما البور ميتابولايزر اللي هو الجين المتنحي اللي بنسميه الاوتوسومال ريسيسيف جين. اوكي طبعا من ضمن الامثله لما يكون المريض اكستنسيف ميتابولايزر واخذ مركبات بنسميها برو كارسينوجين، متذكرين هذا المصطلح حكينا عنه؟ البرو كارسينوجين، حكينا البرو كارسينوجين بتحول لايش؟ للميتابولايت تبع بكون ايش؟ لكارسينوجينيك ميتابولايت. بالضبط، لكارسينوجينيك ميتابولايت. فاذا اذا انا اخذته وانا كنت اكستنسيف ميتابولايزر راح يبين الكارسينوجينيسيتي تبعت هذا المركب اسرع من الناس البور ميتابولايزر. مفهوم الفكره؟ هاي زي المبدأ اللي حكيناه، إذا مريض مدخن بأخذ بروكارسينوجينيك كومباوند بتوقع الكانسر يبين، طبعا مش شرط بس احتمال فرصة اللي هي ظهوره بالأشخاص المدخنين أسرع من الأشخاص غير المدخنين. تمام شباب؟ واضح؟ هذا المركب بذكركم فيه حكينا عنه اللي هو البولي أروماتيك هيدروكربون اللي ممكن يتحول لكارسينوجينيك إيبوكسايد، شايفينه هنا؟ طبعا الكارسينوجينيك إيبوكسايد هذا المركب ممكن يرتبط مع الدي ان اي والار ان اي. عشان هيك الواحد لازم يدير باله اذا بكون اكستنسيف ميتابولايزر او باخذ ادويه بنعتبرها انزايم انديوسر بدها يعني احتياط انه احتمال تكون فرصه الكارسينوجينيسيتي اعلى واسرع. تمام شباب؟ في احد عنده اي سؤال على الفاكتورز افكتنج دراج ميتابوليزم؟ دكتور بدي اسالك. ايوه كيف الواحد بيعرف انه هو اكستنسيف ميتابوليزر ولا بور؟ هاي صعبه، يعني هاي لازم ندرس الانزايم، يعني لازم أدرس الإنزيم اللي موجود بجسمي وأشوف من أي تايب هو. طبعاً وجود الجين كمان اللي هي زي ما حكيت لكم المحاضرات الماضية إنه احتمال المستقبل للـ DNA mapping وتكون الشفرة الوراثية لكل شخص well known and saved
على الكمبيوتر ساعتها ببين عندي كل الجينز الموجودة. مثلا الجين كودينج فور أسيتايليشن بكون معروف مكانه وموقعه، ومن هاي الجين بعرف انه هذا الانزيم بور ولا رابيد، او سوري سلو ولا رابيد أسيتايليتر. فهي الجين او الجينيتك ماتيريال اللي موجودة بالدي ان اي هي اللي راح تحدد كثير عوامل في المستقبل. هل مركب، هل المريض فور اكزامبل مثلا عرضة اكبر ل development of مثلا cancer, development of diabetes او hypertension. في عندنا predisposition factor وفي عندنا genes ممكن اذا كانت موجودة يعني يكون هذا المريض فرصة ظهور هاي الامراض تكون اكبر. اوكي تمام، وصلت دكتور. تمام، اذا ما في اي سؤال بدنا نبلش بشابتر الريسبتر as a possible target. تقريبا احنا still we are talking about general يعني topics. هاي كلها راح تمر معنا خلال دراستنا للجزء الاخير من medicinal one. راح تمر معكم believe it or not بالفارماكولوجي وبالكلينيكال فارماسي وبالmedicinal two والthree and so on. يعني معظم الكورسز اللي راح نتطرق لها إلها علاقة بالأدوية، كل الشغلات اللي مرت معنا من فيزيك وكيميكال، من دراج ميتابوليزم، حتى من دراج تارجت انتر اكشنز، كلها راح نتطرق لها بطريقة أو بأخرى. طبعا ليش بهمني أدرس البوسيبل تارجتس فور دراجز؟ لأنه الدواء عشان يعطيني إفكت، شو حكينا متذكرين بالمحاضرات الماضية؟ it must ايش يرتبط بالتارجت بالضبط. it must interact with a biological target to give a biological response. هاي يمكن اول محاضره او اول سلايد بميديسينال 1. it must interact with a target, biological target, in order to give a response. تقريبا معظم أدويتنا they have a specific target to bind with. حكينا في بعض الأدوية ما في إلها target ترتبط فيه. أوكي خليكم معي بس شوي. السلام عليكم. طيب فاليوم احنا طبعا راح نحكي عن الريسبتر as a possible target for drugs. وطبعا مر معنا وراح يمر معنا كثير أدوية بترتبط على receptors ما بترتبط على enzymes. مثلا كثير antibacterial في منهم بيرتبطوا على receptors. في عندنا antihypertensive بيرتبطوا على receptors. diabetic anti او hypoglycemic مجموعه كبيره. analgesic يعني في كثير ادويه بيرتبطوا على receptors ما بيرتبطوا على enzymes او دي ان اي. اوكي خلينا نشوف ال وجه الشبه بين البروتين سوري بين الانزيم والريسبتور. الكل معي؟ في عندنا انزيم وفي عندنا ايش
receptors. خلينا نختار طالب أو طالبة ونسأل هالسؤال. هبة عبد القادر. هبة هبة عبد القادر معناه؟ ولا مش معنى؟ شكلها مش معنى هبة. طيب لينا شديفات. لينا نشوف لينا وين. آه يا لينا معك دكتور. طيب معك دكتور. طيب ماشي أعطيني فرق واحد بس بين الإنزيم والريسبتر. يلا فرق واحد. الريسبتور مستقبل هو للدواء. طيب أما الإنزيم ممكن هو يحفز الارتباط. لا يحفز الارتباط. كيف يحفز الارتباط ما بين الدواء والريسبتور؟ لا طبعا شو دخله بالريسبتور الإنزيم. طيب خلينا نشوف محمد عبد. شو محمد عبد؟ نعم دكتور. يا محمد عبد شو الفرق بين الانزيم والريسبتور؟ ما انتم ماخذين بايوكيمستري. يعني نروح نسال الدكتور يزن شو شرح لكم في البايوكيمستري. يلا شو الفرق يعني الانزيم والريسبتور؟ فرق واحد. الانزيم بحول الشيء المنتج عن ارتباط الدواء بالريسبتور لشيء فعال. ليش بتربطوا لي الانزيم بالريسبتور؟ ما تربطوا لي اياهم. الانزيم بحول الدراج لميتابولايت، يعني it will catalyze a chemical reaction. اذا هنا الانزيم راح يرتبط مع السبستريت. شو راح يعطيني؟ برودكت. اوكي. بينما بالريسبتر شو اللي راح يصير؟ الليجند بهاي الحاله، يعني المركب اللي بيرتبط بالريسبتر شو بنسميه؟ ليجند. واللي بيرتبط بالانزيم شو بنسميه؟ سبستريت. الليجند لما يرتبط بالريسبتر شو راح يعطيني؟ يعطيني ريسبونس. اوكي. طبعا احيانا بعطيني سكندري مسنجر، بعدين بعطيني ايش؟ ريسبونس. هسه بالانزيم السبستريت لما يرتبط بالانزيم بعطيني برودكت. هسه هذا البرودكت ممكن هو يعتبر ليجند ويرتبط بالريسبتور بعدين. واضح؟ طيب هذا اول فرق. طيب مين بتذكر بالبايوكيمستري فرق ثاني؟ نختار مرح كراسنة. مرح مرح معنا؟ موجودة دكتور. يلا يا مرح أعطيني فرق ثاني بين الإنزيم والريسبتر. يعني مثلا الموقع تبعهم هل بيختلف مكان وجود الإنزيم ومكان وجود الريسبتر؟ الريسبتر يكون داخل الخلية؟ ممكن بس مش شرط. In most of the cases الريسبتر شو بكون؟ في حد عنده شيء إجابة؟ دكتور أنا بحكي إنه الريسبتر مثلا بيعمل الإنزيم بيشتغل ككاتاليست بس الريسبتر ما بيعمل. حكينا هاي بأول نقطة اللي هي
the enzyme will catalyze a chemical reaction in order to produce a product or a metabolite. بينما بالريسبتر الليجند بيرتبط بعطيني ريسبونس. هسه النقطة الثانية الفرق بين الريسبتر والإنزيم المكان. بشكل عام الريسبتر it is membrane in most of the cases طبعا. membrane إيش؟ bound. هذا شو بنسميه؟ integral integral protein يكون جوا الممبرين يعني زي هيك هذا شو هذا هو الريسبتور وهذا هو الممبرين الانزيم in most of the cases it is free protein طبعا بنسميه soluble protein فهنا بنسميه membrane bound protein او integral هنا شو بنسميه soluble protein طيب خلينا نسال مين نسال احمد حسن احمد معنا دكتور معك شو يعني سوليوبل بروتين هل البروتين بذوب بالماء سوليوبل بروتين من معلوماتك انسى معلوماتك في البيوكيمستري معلوماتك في الحياه هل البروتين بذوب بالماء البروتين لا لا ما بذوب البروتين ما بذوب طب شو دليلك شو دليلك يا أحمد؟ مش عارف دكتور طيب يا ناصر مش سامعين صوتك ناصر أقول على خبرتي يعني البروتين البروتينات اللي استخدمها حق النادي وحق الجسم تذوب بالماء بذوب بالماء؟ لا البروتين اللي أنت بتستخدمه ما اعتقد انه بدوب هو بكون زي سسبنشن معلق صح ولا غلط لا لا بس ترجع خلاص يختفي يعني بصير كلير مثلا لا ياخذ بس النكهه اللي انت مشتريها النكهه مثلا طيب فراوله طيب. طيب. يصير اللون مالها فاهم عليك في فرق بين البروتين اللي احنا بنشربه كحبوب او كبودي بيلدينج والبروتين اللي انا بقى بحكي عنه البروتين اللي انتم بتشربوه عباره عن امينو اسيدز وسمول بيبتايدز فهاي وارد انها تكون ذائبه بالماء انا قاعد بحكي عن البروتين الكبير يعني زي الانزيم بكون كتله واحده زي الريسبتر بكون كتله واحده فحجمه كبير البروتين از ووتر انسوليبل اوكي بينما السمول بيبتايدز والدليل على هذا الحكي اللحمة اللي بنوكلها مش اللحمة عبارة عن بروتينات بروتين هل إذا حطينا قطعة لحمة مثلا بكاسة مي بالذوب مين عنده فكرة ولا ما عمركم طبختوا لا أكيد ما بالذوب لا ما بالذوب بالضبط طب ليش سميناه soluble protein مع أنه موجود body fluid الإنزيم مش soluble دكتور لانه بيحتوي على بولر امينو اسيد بتكون من بولر امينو اسيد لا ما هو مش راح يذوب حتى لو في بولر امينو اسيد افهم انه سوليبل ما بذوب انه زي مي بالملح بس انا قصدي انه يعني بيتكون بولر امينو اسيد فسميناه سوليبل لا لا هسه السوليبل موجود في البادي فلويد بالضبط هو السوليبل يعني هي مجازيا يعني لانه لو ذاب حيتكسر وما حيصير يعني مش المعنى تبعها بالمعنى الحرفي لا soluble يعني it's not bound it's freely moving freely floating in fluids فاذا هو موجود interstitial داخل الخليه او extrastitial اوكي شو في عندي extrastitial fluid او اكسترا سيلولر فلويد اعطوني امثله على اكسترا سيلولر فلويد
مثل البلازما. ممتاز البلازما. شو كمان؟ السيريوم. شو هي؟ السيريوم. سيرم قصدك؟ اه هي نفسها. ماشي والليم. تمام. سي اس اف فلويد صح؟ والليم صح. الليمف ماشي نحكي عن ماشي الليمفاتيك فلويد او البلد. كمان البلد يعتبر اكسترا سيلولار فلويد اللي هي نفس ايش تقام البلازما طبعا. سوري انا كاتبها فوق. شوفي عندنا كمان السكريشنز يعني الجي اي تي سكريشنز. اوكي وفي عندنا الساينوفيال فلويد اللي موجوده بالجوينتس. كل هاي تعتبر ممكن. شو هي الليمف؟ الليمف حكينا عنه. اه كل هاي تعتبر اكسترا سيلولار فلويدز موجوده برا الخلايا برا التيشوز بتكون مليانه انزيمز. اوكي وطبعا انترستيشال بتكون داخل الانسجه وداخل الخلايا زي السيتوبلازم. وفي عندنا انزيمز داخل النواه حتى يعني مش بالسيتوبلازم بالنيوكليا بالنيوكلياس داخل. اوكي طيب مفهوم هاي النقطة؟ إذا صرنا حاكين عن تقريبا فرقين اللي هي الاكتيفيشن ووين موجودين. اوكي طيب لما يطلع لنا فروقات ثانية بنضيفها على هاي القائمة. خليني نرجع على السلايد. إذا هسا البروتين زي ما تعلمته في البيوكيمستري هو ببلش بتصنيعه بالسيتوبلازم بالرايبوزوم صح ولا غلط؟ بعطيني البرايمري ستراكشر بعدين السكندري بعدين التيرشري بعدين الكوترنري بعدين الماتشور البروتين والفولدينج تبع البروتين. طبعا هذا الحكي رح نحكي عنه المحاضرة الجاية. بدنا نبلش نتخيل كيف شكل البروتين بشكله ثلاثي الأبعاد. يعني this is very important in better understanding the way of interaction أو the mode of binding. كيف مركبي قاعد بيرتبط. Okay the shape of the receptor is crucial. Okay طبعا ليش؟ لأنه راح يشكل لي what is called the binding site. وين مكتوب هي؟ يعني هي موجودة في مكان ما. الموقع اللي بيرتبط فيه الدواء بغض النظر طبعا شو كيف كان شكل مركبي هاي المنطقة شو بعتبرها البايندينج سايت. طب ليش أخذت هذا الشكل؟ لأنه الفولدينج أوف بروتين أعطاني الكواترنري ستراكشر وعمل لي النتوءات هاي والأخاديد اللي موجودة على السيرفيس والتونيلز وكل هاي الأمور. A small area inside the receptor هي اللي راح يرتبط فيها الليجند. شو هاي السمول area بنسميها؟ شو بنسميها؟ مين بعرف؟ المنطقة اللي بيرتبط فيها الدواء binding site. Binding site. بالضبط. Binding site. بالإنزيم شو بنسميها؟ إذن هذا هو الفرق الثالث. بالإنزيم شو بنسميها هاي؟ إذن ثلاثة. المكان اللي بيرتبط فيه الدواء binding site. هنا شو بنسميه؟ active site. كمان بنسميه binding site بس more specific بنسميه بالضبط مين حكى active site أو catalytic site أو active domain
أو كتالتك دومين. أوكي؟ دومين يعني مكان أو يعني موقع. فهاي كلها مسميات الجزء اللي بيرتبط فيه الدواء داخل الإنزيم. طبعاً هذا الجزء بغض النظر بالإنزيم أو بالريسبتر it is a very small area. ممكن تكون superficial. شو يعني superficial؟ شو يعني superficial؟ يعني سطحية. بالضبط، يعني اللي هي خليني بس أنزل لتحت مش راضي ينزل. ممكن تكون superficial سطحية يعني على السيرفس موجودة، وممكن تكون deep inside the protein. طبعا هذا الإشي رح نحكي عنه إحنا بالإنزيم، أوكي؟ ما رح نحكي عنه بهذا الشابتر. طبعا الأدوية بشكل عام بغض النظر ريسبتر ولا إنزيم بتعمل لي bond between the drug and the receptor أو the drug and the enzyme. هاي شو بنسميها البوندز؟ انتر مولكولر بوندز. أوكي؟ فإذا البوند between the drug and the active sorry the binding site. هاي مثلا بوند، هاي بوند. شو بنسميها هاي البوند؟ intermolecular bond. Okay. In most of the cases, they are ايش؟ reversible. Reversible. يعني دوايا بدخل جوا، بيرتبط فترة من الزمن، بينزل لي الضغط، بعدين بيرجع. بيضل ضغطي مناسب لبين ما الجرعة الثانية تيجي، برجع بدخل جرعة جديدة، بيرتبط دوايا and so on. Reversible interaction. Okay. طيب. طبعا هسا ligand plus receptor راح يعطيني ligand receptor complex أو intermediate. يعني كيف هذه الدوائية داخل جوا الريسبتر؟ هذا الكومبلكس شو بنسميه؟ ligand receptor complex أو intermediate. بعدين طبعا هذا الارتباط it will activate a cascade of reaction، سلسلة من التفاعلات، سلسلة من ال activation of other messengers أو secondary messengers لا يعطيني response. اوكي طيب واضح شباب ولا في شيء؟ عندي سؤال. ايوه هسا كل الادويه لها كاسكيد؟ لا مو بيعتمد، يعني مثلا يعني لو فرضنا ناخذ مثال، طبعا انا راح اشرحه من المحاضره الجايه اللي هي الانواع الريسبترز، بس لو فرضنا ناخذ النيكوتينيك ريسبتر هو عباره عن ايون شانل ريسبتر، يعني لما يرتبط الاسيتايل كولين بالنيكوتينيك ريسبتر بتغير شكل الريسبتر، بتحول لايش؟ لشانل. واضح؟ لقناه، بتدخل كالسيوم، بتطلع بوتاسيوم او بتطلع صوديوم، وات ايفر. دخول الكالسيوم intracellularly شو راح يعمل لي؟ راح يعمل لي muscle contraction. فهي in most of the cases وارد جدا يكون في عندي سلسلة من التفاعلات، سلسلة من the activation of second messengers. مثلا راح نشوف بالمحاضرة الجاية في عندي أنواع receptors بنسميها G protein coupled receptor، هاي بتحفز secondary messenger اللي هو cyclic AMP وcyclic GMP. واضح؟ وهذيك بتعمل لي مثلا activation ل another enzyme الادينالات cyclase مثلا او الكاينيز
and so on. فهي فعلا in most of the cases we have a cascade of reaction following the interaction between ligand and receptor. بس اللي أنا بهمني هنا إني أدرسه اللي هي the strength of binding. على شو بتعتمد the affinity between the ligand and the receptor؟ على شو بتعتمد؟ على concentration of ligand. إذا كان كبير بيكون فرصة الارتباط من الريسبتر أكثر. ممكن. بس أحياناً أنا بزيد the concentration بس مركبي يعني مش جاي عباله يتفاعل. يعني على الفاضي زيادة الكونسنتريشن أو مركبي غير قادر إنه يعمل رابطة مع الريسبتر. إذا أنا على الفاضي شو مزيد التركيز؟ أنا كأني مكانك سر، صح ولا غلط؟ إذا على شو بيعتمد الأفينيتي toward the interaction؟ بيعتمد على إيش؟ يلا قديش الريسبتورز أفايلبل؟ شو هي؟ قديش الريسبتورز أفايلبل يعني متاحين أو لا؟ هو الريسبتور أفايلبل يعني موجود داخل الجسم. بيعتمد على قوة الروابط and the number of bonds. إذن the type of bonds and the number of bonds. كل ما كانت الروابط اللي بيعملها الليجند أكبر أقوى وعددها أكبر كل مكان الارتباط أقوى. أوكي؟ طبعاً كل مكان ارتباط دوائي أقوى كل مكان الأكتيفتي تبعته أكبر ومفعوله أطول. مفهومة؟ طبعاً شو بندرس إحنا في هاي العملية؟ بندرس إشي بنسميه association rate of association اللي هي فوق association وتحت rate of dissociation. يعني the association rate between ligand and receptor ماشي إذا كان كبير الرقم هذا عالي هل بيكون الليجند بيحب يتفاعل مع الريسبتر ولا ما بيحب يتفاعل مع الريسبتر؟ الريت اوف اسوشيشن عالي شو معناها؟ يعني بيحب يتفاعل معه بالضبط. It prefers binding with the receptor. طيب بالمقابل طب اذا كان الريت اوف ديسوشيشن عالي يعني الليجند ريسبتر كومبلكس بتكسر بشكل سريع شو معناها؟ هل الرابطة بين الليجند والريسبتر قوية ولا ضعيفة؟ ضعيفة ضعيفة. إذن هل مركبك بوتنت ولا ويك؟ ويك ويك. أنا ليش بحكي لكم هذا الحكي؟ لأن أنا لما أودي أدويتي كميديسينال كيمست لواحد بايو كيمست يفحص لي إياها بقدرة الدواية على الارتباط بريسبتر أو بإنزيم in most of the cases برجع لي النتائج على شكل إيش؟ طلعوا؟ على شكل KD اللي هي dissociation constant. مفهومة؟ فأنا على أي رقم بدور؟ بدور على الدواء اللي الKD تبعته عالية ولا قليلة؟ قليلة تكون قليلة. شفتوا كيف الفكرة؟ فبدنا نركز بهاي النقطة احتمال كبير تيجي بالامتحان. بحكي لك which of the following drugs KD represents the most potent derivative وبكون حط لك أكثر من قيمة ساعتها you must look for the lowest KD. Lowest KD means ارتباط دوائي مع الريسبتر قوي efficient الأفينيتي عالية. تمام؟ طبعا رح نرجع نشرحها لما نحكي عن الإنزيم كمان لأن هناك كمان بندرس إشي اسمه الKI تقريبا نفس الفكرة تبعت الKD. فهذا الحكي اللي حكيناه الفرق بين الإنزيم والريسبتر إنه الإنزيم بيحول substrate لبرودكت وبعدين هذا البرودكت ممكن هو نفسه يروح
يعمل لي إفكت أو يرتبط بالريسبتر. أوكي؟ وارد يعني. بينما الريسبتر will not catalyze a reaction أو يغير السبستريت أو الليجند لبرودكت. يعني زي ما ارتبط الريسبتر هون لما يخلص التفاعل راح يرجع يطلع بدون ما يتغير أي شكل إله. يعني الأسيتايل كولين لما يدخل جوا المسكارينيك ريسبتر بيعمل لي مسل كونتراكشن، بعدين لما يفك هل بيفك وبطلع إشي ثاني ولا بطلع أسيتايل كولين؟ بطلع أسيتايل كولين. تمام؟ طيب هذا الحكي طبعاً إحنا راح نرجع نشرحه إن شاء الله بالمحاضرة الجاية اللي هي أنواع الريسبتر. بس زي ما بتلاحظوا طلعوا كيف وانس مركبة بيرتبط بريسبتر، مثلاً هون التي ان اف ريسبتر ترتبط بالتي ان اف، بعدين بصير عندي activation of cascade of reactions من ضمنها other receptors من ضمنها enzymes. يعني مثلاً الماب كي هذا هو عبارة عن كاينيز، وهذا كمان تاك وان كاينيز انزيم. هاي الانزيم ممكن تعطيني برودكتس، طلعوا له برودكتس هاي وين رجعت ارتبطت؟ ارتبطت بريسبترز او دخلت جوا النيوكليوس واثرت لي على الدي ان اي ترانسكريبشن. فايتس ا ماتر اوف يعني سلسله طويله في بعض الحالات من التفاعلات. اوكي فإذا حكينا إنه الليجند بيرتبط بالريسبتر بعطيني ليجند ريسبتر كومبلكس، بعدين كاسكيد أوف ترانسديوسرز إفكتر سكندري مسنجرز until getting the response. كل مكان الكومبلكس ستيبل كل مكان مركبك ارتباطه قوي، كل مكان مركبي مور بوتنت. أوكي طبعا الريسبتر لما يرتبط دوايه بالريسبتر او الليجند بالريسبتر it will induce what is called a conformational change. خليني احكي لكم شو يعني conformational change، يمكن هي اول مره نسمع بهذا الاسم. طلعوا كيف، تخيل عندك البايندينج سايت بهذا الشكل. اوكي يجي دوايه دخل جوا وعمل بوند من هون وعمل بوند من هون وعمل بوند هون. هسا كيف كان شكل الريسبتر؟ هذا الشكل. طب هل بتتوقعوا بعد ما يرتبط الدواء ويعمل هاي الروابط يظل شكل الريسبتر بهذا الشكل؟ بمعنى آخر هل الريسبتر والإنزيم أو بشكل عام البروتينز they are rigid structure ولا فيهم some sort of flexibility؟ لا بكونوا flexible. إذن في عندي أنا flexibility في structure، يعني كأنه البروتين بصير له breathing كأنه بتنفس. طبعا هذا لا يعني اذا كان شكل البروتين تجاوزا مثلا زي هيك اجي عليه بعد فتره الاقيه زي هيك، لا. انا لما احكي flexible doesn't mean a wide conversion of shape او a wide modification in the shape of the structure. I'm talking about minor conformational change. كثير من هاي الماينر conformational changes لا ترى بالعين المجرد، بدها electron microscope أو under microscope لبين ما تميز والله إنه هذا الأمينو أسيد اللي هون قبل الارتباط كان هيك، بس أثناء الارتباط وبعد الارتباط
كأنه صار مثلا هيك، صار في عندي انبعاج زي ما بيحكوها. طلعوا كيف الشكل صار، كان هون صار هون. A little bit conformational change. Believe it or not, this conformational change is responsible for what? For these cascade of reactions. لما يتغير شكل الريسبتر هو هذا اللي راح يحفز مثلا السكندري مسنجر او الانزيمز and whatever. مفهوم شو يعني conformational change شباب؟ إذن ارتباط دوايا بغير شكل الريسبتر، هذا التغيير will initiate a series of events. ممكن activation of enzymes أو مثلا activation of other proteins, transducers أو إنه يعمل لي activation لsecondary messengers. أوكي؟ في أحد عنده سؤال شباب؟ لأنه بدنا نوقف المحاضرة لهنا. في أحد عنده أي سؤال على الحكي عن الريسبتر ومقدمة الريسبتر؟ هو الشابتر تاع الريسبتر مش كبير، يعني يمكن إن شاء الله بلكي المحاضرة الجاي أو المحاضرة اللي بعديها ماكسيمم خلصنا. في أي سؤال شباب على الريسبتر؟ طيب يعطيكم العافية، خلينا بس ناخذ غياب سريع.